أهلا وسهلا بكم مجددا في صباحك مسك. إذا تحدثنا عن موضوع سعادة في عادة، والآن عندنا فقرة نتحدث فيها عن موضوع المشي. تحدثنا قبل أسبوع في موضوع الجري ورياضة الجري، تحدثنا أكثر عن الجانب النفسي وجانب النشاط والطاقة لهذا الموضوع مع العداءة جمانة. أما اليوم فنحن نتحدث معنا الدكتور أشرف صالح، وهو باحث مجتمعي وناشط مدني ومجتمعي، أيضا باحث أكاديمي عفوا وناشط مدني ومجتمعي. لنحكي عن المشي وفوائده الصحية والعلاجية والوقائية. دكتور أشرف، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، صباح النور ويعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب، وصباحك مسك، أهلا وسهلا بك في برنامجنا صباحك مسك على إذاعة مسك. شرفتنا ونورتنا دكتور، كنا حابين نشوف صورة لكن شكله في تعذر بموضوع الصورة، فإن شاء الله في مرة قادمة نتبارك بإطلالتكم. دكتور أشرف، موضوع المشي، يعني حتى نحن قبل شوي كنا عم نحكي عن موضوع انه في كثير من الناجحين يختمون يومهم بموضوع المشي او النزهة، والبعض طبعا عنده موضوع المشي الصباحي. ما هو ابرز فوائد المشي الصحية والنفسية؟ نعم صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية خليني أعطي تعريف للمشي. ما هي عملية المشي؟ المشي حركة الأقدام لتحريك الجسم والانتقال من مكان لآخر. المشي مهم جدا، مهم جدا للجسم. المشي كتير كتير أبحاث عن هذا الموضوع لأهميته. المشي موضوع كبير لتأثيره وفائدته على الجسم. لذلك بدي أتكلم عن تهيئة للمشي، ما قبل المشي، فوائد المشي، وهو هذا سؤالك، على شو بيعتمد المشي، تأثير المشي على الجسم، والمشي كإجراء وقائي صحي. طبعا باختصار شديد رح أشرح هذه النقاط. جميل، تفضل. لأنه المشي موضوع كبير، موضوع مهم جدا، موضوع فيسيولوجي الأبحاث عليه كثير جدا وذلك لأهميته. رح أنا طبعا عرفنا المشي بأنه حركة الأقدام لتحريك الجسم والانتقال من مكان لآخر. بدنا اثنين، تهيئة الجسم للمشي. شو بيلزم عشان أمشي مشي صحي يكون مفيد لجسمي؟ طبعا بيلزم اختيار مكان آمن للمشي، ملابس مناسبة للمشي، حذاء طبي أو رياضي للمشي، وهذا مهم كتير. صحيح. بعدين قبل المشي يكون فترة إحماء أو تسخين لمدة 10 دقائق لربع ساعة، وبالتالي تهيئة الجسم للمشي. هذا شيء ضروري جدا، بأنه قبل المشي أتفقد هذه الأشياء: المكان الآمن، الملابس، الحذاء الطبي، الإحماء والتسخين، تهيئة الجسم. جميل. الشغلة الثالثة اللي هي فوائد الجسم، هو هذا فوائد المشي عفوا على الجسم، تأثير المشي وفوائده على الجسم، اللي هو هذا كان سؤالك. صحيح. طبعا المشي أو رياضة المشي، خلينا نعرفها، هي رياضة صحية مهمة جدا للجسم. الجسم بحاجة للمشي يوميا، الجسم بحاجة للمشي يوميا. أول فائدة خليني أحكي إنه المشي بيأثر إيجابي على معظم أجهزة الجسم، كالجهاز العصبي، الجهاز العضلي، الجهاز الهيكلي العظمي، الجهاز التنفسي، أيضا جهاز المناعة والجهاز الهضمي. كل هذه الأجهزة بتتأثر إيجابيا بفعل المشي أو بفعل رياضة المشي. فواحد، هو بيعمل على تحسين وظائف أجهزة الجسم. المشي يعمل على تحسين وظائف أجهزة الجسم. لو شفنا كيف بيعمل على تحسين الجهاز العضلي، من خلال تقوية العضلات وبنية العضلة والمحافظة على كتلة العضلة، هذا تأثير المشي على الجهاز العضلي. اثنين، لو شفنا تأثير المشي على الجهاز العصبي، أيضا بيقوم بتحفيز التناسق الحركي العصبي العضلي والمحافظة على توازن الجسم وتحسين الأداء والكفاءة للجهاز العصبي. طيب، فائدة المشي أو رياضة المشي على الجهاز الهيكلي، حركة المفاصل والمحافظة على سلامة المفاصل والمحافظة على ليونة المفاصل، ما يكون فيها
ستيف أو ما يكون فيها شد أو ما يكون فيها نقص في الحركة. إذا ليونة المفاصل، حركة المفاصل، سلامة المفاصل، كل هذه التأثيرات أو فوائد إيجابية للمشي على الجهاز الهيكلي أو الجهاز العظمي. كمان لو شفنا تأثيره أو فوائده على الجهاز التنفسي من خلال زيادة حركة عضلة القلب، الانقباض والانبساط، وبالتالي زيادة ضخ الدم وزيادة تدفق الدم للجسم ولخلايا الجسم المختلفة، وبالتالي زيادة الأكسجين لأن الجسم يأخذ أكسجين ويعطي ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي زيادة حركة الرئتين، زيادة حركة الرئتين أثناء عملية التنفس أثناء المشي، وبالتالي أخذ كمية أكبر من الأكسجين اللازم لتجدد خلايا الدم ولخلايا المخ والدماغ. أيضا لو شفنا فوائد المشي أو رياضة المشي على الجهاز الهضمي من خلال عملية التمثيل الغذائي والتخلص من الفضلات، فهو يزيد من عمل وكفاءة المعدة من خلال زيادة تدفق الدم للمعدة، وبالتالي عملية الأيض والتمثيل الغذائي، تحسين عملية الأيض والتمثيل الغذائي والتخلص من الفضلات والتراكمات الموجودة في الجسم. أيضا من فوائد رياضة المشي تأثيرها على جهاز المناعة، المشي يقوي جهاز المناعة من خلال زيادة خلايا الدم البيضاء المنتشرة في الدم، وبالتالي تقليل الإصابة بالعدوى، وبالتالي المحافظة على سلامة الجسم من الأمراض من خلال تقوية جهاز المناعة وزيادة خلايا الدم البيضاء. ما شاء الله، جميل. نعم، لذلك المشي رياضة متكاملة صحية، رياضة صحية متكاملة جدا، لها تأثير إيجابي وفوائد على جميع أجهزة الجسم التي تم ذكرها، اللي هي الجهاز العصبي والعضلي والهيكل العظمي والتنفسي والجهاز الهضمي وجهاز المناعة. هذا فيما يتعلق بسؤالك اللي هو فوائد المشي الصحية، فوائد المشي الصحية. يعني رغم ما يظهر من بساطتها الرياضة، لكنها تؤثر على كل أعضاء الجسم. هذا أمر مشجع، يعني مشجع لكل من يسمعنا أنه يحافظ عليها. تفضل دكتور. صحيح. نظام متكامل، هو المشي نظام صحي متكامل، إضافة إلى أنها رياضة ترفيهية. نعم لحاله. صحيح، قد يقوم البعض بممارسة المشي كرياضة ترفيهية، إضافة إلى أنها نظام صحي متكامل للجسم وضروري جدا. فعلا ذكرنا سابقا أن الرياضة أيضا فرصة أنه أنت عم تمشي المشي بتتأمل، بتكون عم تفكر بموضوع، يعني بتعطيك حتى هذا الصفاء الذهني، توارد الأفكار. فيعني كما تفضلت، يعني هي فائدة ومتعة في نفس الوقت. صح، نشاط ترفيهي، كلام سليم. خلينا ننتقل لنقطة أخرى ونشوف تأثير المشي على الجسم كإجراء وقائي. شو المشي أو رياضة المشي بتأثر على الجسم كإجراء وقائي؟ معنى إجراء وقائي يعني أنا أحافظ على سلامة الجسم، أحافظ على صحة الجسم، ما أستنى أني أمرض بعدين أمشي، لا، أنا أمشي اليوم بانتظام حتى ما يحصل لي مرض، حتى ما يجيني مرض، وهذا إجراء وقائي صحيح. لذلك أنا دكتور سميت الفقرة درهم مشي خير من قنطار علاج. درهم مشي خير، يعني على غرار درهم وقاية باعتبار أثر الوقائي. تفضل دكتور، ما هي آثار المشي الوقائية؟ نعم، هذا كلام سليم. أثار المشي الوقائي، واحد، المشي يا سيدي العزيز بمنع حدوث السكر، وخاصة مرض السكر، وخاصة النوع الثاني من مرض السكر يلي بيصيب فئة الشباب ويلي بيصيب الناس البدناء أو السمينين اللي عندهم زيادة وزن. إذن المشي المنتظم، المشي اليومي يمنع حدوث السكر أو يمنع حدوث الإصابة بمرض السكر وخاصة النوع الثاني من خلال تنظيم عمل الأنسولين في الدم، لأن مستوى السكر خليك معي، وأرجو أن المستمعين يستفيدوا من هذه المعلومات، لأن مستوى السكر ينخفض أثناء المشي وبالتالي يصبح في المستوى الطبيعي. إذن هذا
إذن هذا أول تأثير للمشي، أنه بيمنع حدوث مرض السكر النوع الثاني من خلال تنظيم عمل الإنسولين في الدم. اثنين، تأثير المشي على الدورة الدموية شو بيعمل؟ كإجراء وقائي يمنع حدوث الضغط، مرض الضغط، سواء ارتفاع أو انخفاض الضغط من خلال تنظيم عمل الدورة الدموية، نظام عمل الدورة الدموية، بحيث أنه يقوم بتوسيع الأوردة الدموية، ما يعرف بالفازو دايليتيشن، توسيع الأوردة الدموية. إحنا بنعرف أنه الأوردة الدموية بيصير فيها عملية اضيقاق وبيصير فيها عملية توسيع، يعني تضيق وتتسع. لذلك المشي يقوم بتوسيع الأوردة الدموية، وبالتالي زيادة ضخ الدم للقلب، وبالتالي انخفاض الضغط في الجسم، والمحافظة على الدورة الدموية، والمحافظة على ضغط الدم بشكل طبيعي. لذلك المشي يمنع حدوث الضغط، وينظم عملية ضغط الدم، وينظم الدورة الدموية في الجسم. يعني وكم من هذين المرضين اللي ذكرتهم ما أكثر انتشارهم وما أحوج طبعاً. خاصة الكبار اللي بيكونوا توقفوا مثلا عن ممارسة العمل، فبتقل عندهم الدافع للمشي، لا لازم يكون عندهم يعني فقرة مشي يومية. كلام سليم. هدول أمراض العصر، ما يعرف بأمراض العصر، اللي هم مرض الضغط والسكر. اليوم لا يكاد يخلو بيت إلا في مريض ضغط أو سكر، عافانا الله وإياكم. فهذه أمراض العصر، المشي يمنع هذه الأمراض ويمنع حدوثها. المشي المنتظم، المشي الرياضي، المشي الصحي يمنع حدوث هذه الأمراض عند المحافظة عليه بانتظام. كمان المشي له تأثير وقائي بأنه يمنع زيادة الوزن ويحافظ على بقاء الوزن في الشكل الطبيعي، ما يعرف بالوزن المثالي. إذن هو يقلل من السمنة، يحافظ على مستوى الوزن الطبيعي، وبالتالي يمنع من الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة والمتعلقة بزيادة الوزن، ومنها أمراض القلب والجلطات وإلى آخره، والروماتيزم والمفاصل وإلى آخره من الأمراض المتعلقة بالسمنة. إذن المشي كإجراء وقائي يمنع حدوث السمنة، يمنع زيادة الوزن من خلال حرق الدهون واستهلاكها في الجسم. إذن فهو يحافظ على وزن مثالي للشخص أو للأفراد. أيضا تأثير المشي كإجراء وقائي يمنع حدوث دوال الساقين، وهذا أيضا مشهور حتى لدى السيدات. كثير من النساء، كثير من السيدات لديهن دوالي الساقين بحكم الوقفة الطويلة، بحكم الحمل والميلاد إلى آخره. المشي المنتظم ورياضة المشي تمنع حدوث دوالي الساقين، اللي بتضاعف هذا المرض إذا استمر، ويؤدي لحدوث عمليات جراحية أو يحتاج إلى عمليات جراحية لعلاجه. إذن أنا كإجراء وقائي من البداية أحافظ على مشي منتظم حتى أمنع حدوث دوالي الساقين اللي سببها عدم الحركة. يعني سبب حدوث دوالي الساقين عدم الحركة، وبالتالي المشي يزيد من حركة القدمين، يزيد من حركة الساقين، وبالتالي يمنع حدوث دوالي الساقين. أيضا المشي له تأثير إيجابي، حيث أنه يمنع مرض هشاشة العظام. مرض هشاشة العظام أيضا يحصل في البدناء، الناس السمينين الناصحين كتير بيحصل عندهم هشاشة عظام. العظم ما بتحمل وزن الجسم، لأنه وزن الجسم تسمين الجسم، وزن تقيل، فالعظم بيصير فيه هشاشة. المشي من خلال تنظيمه لوزن الجسم يمنع هشاشة العظام، كهذا إجراء وقائي. يمنع التشوهات العظمية ويحافظ على الوضع الصحي للجسم، وبالتالي يحافظ على شكل الجسم الطبيعي. ما بيحصل تشوه في الظهر، ما بيحصل تشوه في الخصر أو الحوض. كثير من الناس مع القعدة ظهره بيقوز، لكن لو هو مشى يوميا بانتظام رح ينعدل ظهره ورح يكون جسمه طبيعي وفسيولوجي. إذن هذه كلها إجراءات وقائية للمشي، إضافة إلى أنه يمنع ترهل العضلات. لأنه إذا إحنا مشينا يوميا بنحافظ على قوة العضلة. إذن هذا إجراء وقائي أيضا للمشي. تأثيره من ناحية وقائية على الحالة النفسية للجسم أو للإنسان
طبعا المشي بيمنع الضغط النفسي، بيمنع الضغط النفسي، بيمنع التوتر، بيمنع التوتر من خلال زيادة الدم أو من خلال زيادة الأكسجين للمخ والعقل. أيضا بيمنع وجود الطاقة السلبية في الجسم اللي قد تؤثر على التفكير. ولو شخص سألني قال لي يا دكتور شو الطاقة السلبية اللي في الجسم، راح أقول له أنه الطاقة السلبية اللي في الجسم تعني القلق، تعني الخوف، تعني التوتر، تعني العصبية، تعني الاكتئاب، تعني الضعف، الكسل، الإجهاد. إذا كلها هذه طاقة سلبية تكون في الجسم يقوم المشي بمنعها. إذا المشي يمنع القلق، يمنع الخوف، يمنع التوتر، العصبية، بيعدل المزاج ويحسن المود، المزاج العقلي. يا سلام، هذا من ناحية المنتال، من ناحية نفسية تأثير المشي كإجراء وقائي على الجسم من ناحية نفسية. إذا عرفنا أنه بيقلل الضغط النفسي، بيمنع وجود الطاقة السلبية في الجسم، بيعدل المزاج. إذا هذه كلها تأثيرات المشي أو رياضة المشي كإجراء وقائي صحي على جسم الإنسان. تفضل عزيزي. هذا يؤكد، يعني يعزز المقولة اللي بيقولوا من ترك المشي تركته العافية. وأيضا أظن في قول للأطباء يقول لو أنشئ مضمار للمشي حول كل مشفى ومشى الناس حوله لما دخل المشفى نصف من هم فيه الآن ولا خرج من المشفى نصف من هم فيه. يعني أنه فعلا بيأكد على فكرة الوقاية وأيضا العلاج. دكتور في النهاية في عندي نقطة، أنت ذكرت أكثر من مرة فكرة مصطلح رياضة المشي، وهذا أمر جميل. وحتى حتى عند الأتراك بالتركي بفرقوا بين كلمة يوريوروم أمشي وبين يوريوش يابيوروم، يعني أقوم برياضة المشي. طب هي رياضة المشي، أنت ذكرت بعض النقاط الأساسية تبعها، ما هو المكان الآمن، الملابس المريحة، الحذاء، كثير مهم الحذاء. هل من عوامل أخرى لحتى يعني يختلف بها رياضة المشي عن المشي العادي؟ هل المشي مثلا صحيح. السريع أفضل؟ صحيح. مدة المشي صحيح. كم نمشي؟ يعني هذه المعايير. نعم 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 نعم. أنا خليني أقول لك إنه العضو الذي يستخدم ينمو والعضو الذي لا يستخدم يضمر، وهذه قاعدة طبية صحيحة. مثل ما إنه البيت الذي تدخله الشمس لا يدخله الطبيب. سؤالك على أنه فوائد المشي تعتمد على شو؟ فوائد المشي عشان أنا أحصل على هذه الفوائد اللي إحنا ذكرناها، فوائد عديدة وفوائد كثيرة. فوائد المشي تعتمد على شو؟ واحد، مدة المشي، قديش أنا أمشي يوميا، شو المدة اللي أمشيها حتى أتحصل على فوائد المشي. راح أقول له أثبتت الدراسات العلمية والدراسات الطبية بأن رياضة المشي، ممارسة رياضة المشي ساعة يوميا تحافظ على بقاء وزن الإنسان في المعدل الطبيعي. ركز معي. أثبتت الدراسات العلمية والطبية بأن ممارسة رياضة المشي مدة ساعة يوميا بانتظام تحافظ على وزن الجسم في المعدل الطبيعي، وبالتالي تمنع جميع الأمراض التي تم ذكرها سابقا. اللي هو هذا مدة المشي ساعة يوميا بانتظام. طبعا للشخص اللي بده يحافظ على وزنه ساعة يوميا، للشخص اللي بده يخسس من وزنه أو ينقص من وزنه بيحتاج من ساعة إلى ساعة ونص يوميا حتى ينقص من وزنه. يعني للشخص السمين الناصر بيحتاج يوميا لأكثر من ساعة، ممكن تقول ساعة وربع، ساعة ونصف يوميا حتى ينزل من وزنه. أيضا تكرار، يعتمد فوائد المشي على التكرار. ما معنى التكرار؟ تكرار المشي إنها عملية منتظمة، يوميا أنا أمشي ساعة، 45 دقيقة إلى ساعة، من 45 دقيقة إلى ساعة يوميا. إذن هذا تكرار. التكرار ما معنى؟ انتظام رياضة المشي كإجراء صحي، كإجراء وقائي، كإجراء طبي. إذن تكرار المشي عملية نظامية، تنظيم المشي، مشي بانتظام. إذن هذه الأمور اللي ذكرناها حسب سؤالك. أيضا الشدة، ما معنى الشدة؟ المشي السريع أو إيقاع المشي. يعني هذه ثلاث عوامل، المدة،
التكرار المدة قلنا ساعة، ممكن 45 دقيقة لساعة. تمام. للي بده يخسس وزنه أكثر من ساعة، التكرار اللي هي عملية منتظمة أحافظ عليها يوميا. الآن إيقاع المشي اللي هو الشدة الانتنسيتي، يعني شدة المشي كيف يكون؟ طبعا المشي يبدأ بأن يكون مشي بطيء بطيء كنوع من الإحماء والتسخين لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة، ثم يبدأ تدريجي زيادة وتيرة المشي أو إيقاع المشي، زيادة وتيرة المشي أو إيقاع المشي. بهذه الثلاث بنود نتحصل على فوائد المشي. هذه الثلاث أمور ركائز أساسية، اللي هي مدة تحافظ على المدة، التكرار اللي هو الانتظام اليومي، وإيقاع المشي. أيضا في دقيقة دكتور، يعني لو ما شاء الله هو الموضوع وأنا ملاحظ قديش كثفت المعلومة وشاكر لك، في دقيقة أخيرة يعني تفضل في دقيقة أخيرة لأنه نحن يعني انتهى وقتنا. تفضل دقيقة أخيرة. كباحث أكاديمي وناشط مدني ومجتمعي، أولا بنصح الجميع بالمشي يوميا لمدة ساعة للحفاظ على وزن الجسم. بنصح الجميع بممارسة رياضة المشي من خلال مجموعات جروب، لأنه أفضل من المشي الفردي. يعني أنت لوحدك ممكن تمشي نص ساعة، لكن لو كنت مع مجموعة بشكل جروب راح تمشي ممكن ساعة بدون ملل وبدون إرهاق. لذلك أنا بنصحهم بالمحافظة على المشي من خلال مجموعات. وأنا عندما كنت في أوروبا شفت هذا النظام، إنهم بيمشوا من خلال مجموعات. أتمنى السلامة للجميع وأن تحصل الفائدة لكل المستمعين، ونهاركم سعيد. شكرا جزيلا أستاذ والدكتور أشرف، حقيقة يعني تكلمت يعني وأوجزت في ربع ساعة ما يقال في ساعات. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله بيكون حملة المشي ونعمل حملة جماعية هنا في الإذاعة، ومنتشرف بوجودك معنا أيضا في هذه الرياضة. وهكذا أحبائي المستمعين نكون قد وصلنا. تسلم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع القادم، ونتمنى لكم عطلة سعيدة جميلة. نلقاكم الأسبوع القادم. صباحكم مسك. صباحك مسك، صباحك عنبر وورد وفل وقطعة سكر، وكأس من الشاي حلو لذيذ، بنعناع أرض بلادي معطر. صباح الفنون ولحن الأغاني، صباح الحوار الذي فيه نكبر، صباح برائحة الهار تذكي حنينا بصدر الشباب المهجر، وسحر الأناضول ينساب عشقا، سميت وجبن وخبز محمى، صباح بطعم جديد لدينا، لكم فيه ما تشتهون وأكثر.